صوت لكن بيستخدم لتخزين بنزين، صاحبه بيخزن البنزين. طبعا احنا عارفين الازمات اللي موجوده، فبطبيعه الحال الناس بتكدس بضائع ومن ضمنها البنزين عشان خاطر يستخدموها في استخداماتهم سواء بقى الشخصيه او في استخدامات الشركات بتاعتهم، وهو ده الواقع اللي موجود. الواقع بيقول ايه؟ بيقول ان الدنيا بتجري واحنا بنجري معاها وبنجري وراها، وتيجي المشكله ورا منها مشكله تانية فتتعقد، ورا منها مشكله ثالثه فتتعقد اكتر. ان شاء الله بالنسبه للاشقاء في لبنان الامور تتفك، وبالنسبه لنا هنا الناس اللي شايفه ان حياتها فيها تعقيدات ان شاء الله تتفك، وان شاء الله كل الناس اللي حاطه العقده في المنشار لينا ولغيرنا يحلوا عننا ونقدر نفك الامور براحتنا وبنفسنا. واحنا لسه في اكتوبر، يعني اكتوبر ده شهر احتفالات النصر، فانا بسال نفسي هو انتصار اكتوبر ده بيعني اننا قدام منظومه ناجحه بدليل ان النصر اتحقق حسب خطه عارفه قدرات كل عنصر فيها، وبالتالي بتاخد منه اعلى شغل يقدر يعمله فتوصل لنتيجه. طب فين باقي عناصر المنظومه؟ القوات المسلحه كان معاها قطاعات مصر كلها اللي شاركت بكل اللي تقدر عليه، من اول ما ربطنا الحزام عشان نوفر كل لقمه للمقاتلين على الجبهه. نجحت منظومه القوات المسلحه، صحيح نجحت في حرب اكتوبر. طب ايه اللي خلاها منظومه ناجحه ومستمره في النجاح؟ ومش مبالغه اننا نقول ان منظومه القوات المسلحه بعد 47 سنه من حرب وانتصار اكتوبر هي المنظومه الانجح في مصر، محدش يقدر يخالف الكلام ده. النهارده القوات المسلحه بتقود تفاصيل كتير في حياتنا وفي تنميه مصر. ازاي اتحولت بخطوات محدده من اكبر مستهلك لكل حاجه في مصر لاكبر منتج لاي حاجه في مصر؟ هل الناس دي مختلفه عننا؟ هل هم كبشر مختلفين عننا؟ ضابط الجيش ده مولود في البيت اللي جنبك ولا مولود في الشقه اللي قصادك؟ جايز، ويمكن انت شخصيا كنت ضابط احتياط في يوم وتعلمت حاجه جوه المؤسسه العسكريه فخرجت منها بني ادم تاني، بس طبعا يعني بعد شويه بننسى وبنرجع زي ما كنا. ارجع واسال ازاي القوات المسلحه بقت المنظومه الانجح وعندهم برضو مشاكلهم الخاصه، بشر زينا، بشر عندهم كل حاجه زي اللي موجود عندنا، كل واحد عنده بيته وعياله والمدرسه والجيران وكل حاجه، تفاصيل حياتهم اكيد زينا. بس شهاده حق بعد 47 سنه لولا ان كتير من اجهزه الدوله اعتمدت على منظومه القوات المسلحه اعتماد كبير او قليل، حاجات كتير كانت وقعت سواء من الاهمال او من غياب المحاسبه، من اول مخالفات المباني اللي قلنا هنحاسب كل مسؤول كان سبب المخالفات دي كلها ثم لا شيء ولا حد اتحاسب ولا حاجه، مش كده ولا ايه؟ السبب ان مفيش حد في الجيش كبير على الحساب والثواب والعقاب، والاهم في منظومه وقواعد مربوطة بالأداء. لازم تبقى ناجح، لازم تطور نفسك وإلا مش هتستمر، مش هتترقى ومش هتستمر. لو ما خدتش فرقة أركان مش عارف هيحصل لك إيه، ولو حصل إيه مش هيحصل. هو ده النظام اللي مش موجود في شركاتنا ومش موجود في مؤسساتنا الحكومية وغيرها وغيرها. كام واحد في مجتمعنا المدني مستمر وهو فاشل بس بيعمل إيه بقى؟ ستف ورقه فمحدش يراجع وراه، والمهم ان هو ايه، مسدد كل الخانات ويطلع يقول الكلمتين الحلوين اللي هو عارف ان هم لما بيتسمعوا بيجيبوا له النتيجه. بيتكشف، بيكشف، بس بيكشف بعد ايه؟ بعد سنه ولا اتنين ولا تلات سنين يكون الحقيقه من فشله ومن قرفه ومن وجع قلبه طلع عينينا ورجعنا ورا 10 سنين بدل ما كنا نتقدم 100 سنة لقدام. ويطلع وعامل لنفسه الهيلمان ويقول لك اصل انا عملت واصل انا سويت، ويكلم كتير 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 كتير، ويكلم بلغه طبعا منمقه ولغه عامله ازاي، لكن هو في الاخر خالص مستف شويه ورق. يعني حقيقي شويه ورق وشويه حاجات كده عاملها كده، يعني بيسموها ذا تشيري اون ذا كريم،
حاطط شويه بقى كريم شانتيه وشويه فواكه مسكره